مرأة في تلك الإجراءات مجرد عمليات أمنية روتينية حفاظا وحماية المسير ربما من أي خطر إرهابي الله أعلم. ولكن حماية المواطنين لا يعني منحهم من الدخول، منع الناس اللي بالجهات من الدخول إلى العاصمة، تم إغلاق منافذ الدخول إلى العاصمة كليا، هذا لا يمكن اعتباره حماية للمواطنين. زد على ذلك أنت توا بالمثال اللي قلته على حماية المواطنين، فكرتني في حاجة اللي هي الخصوصية متاع التوينسة، اللي كل حاجة هي مؤسفة ومبكية يحولوها إلى نكتة يتندروا بها. وريتوا كيفاش قعد نهارين الفيسبوك يتندر بالصور والطاولة هذيك اللي عليها النابل بيضة اللي فوقها طرف لقشة مرية وكوبونغل وغرافاز وشوية مسيسك، اللي هي اعتبروها معناها يسوقوا فيها على أساس أسلحة بيضاء، وإنهم تمكنوا من إيجادها ورصدها عند مواطنين ماشيين باش يشاركوا في الوقفة هذية، وما حاولوا بكل الطرق إنهم يوقفوا الناس، إنهم ما ينفكوش في كل مرة يلبسوا الناس بتهم كما تعرفوها. ما نحبش نعاود كالتهم هذيك اللي الناس اللي خارجة هي ناس مخمورة وناس غير واعية وناس مفسدة وناس معناها مش هناك حلوة. من اعتبر أستاذ إسلام، هناك من اعتبر تلك المحجوزات بالعكس دليل ديمقراطية وجمهورية الأمن. ربما لو كنا في عهود سابقة لكنت شاهدت على الطاولة مولوتوف أو أسلحة يعني كبيرة. بالعكس تلك المحجوزات تبين أن الأمن اشتغل وفق القانون والضوابط، ربما هو بالغ ولكن على الأقل احمد ربي ما عملش مولوتوف فوق الطاولة. اي طبعا، هذا نفس الكلام اللي نشوفون المؤيدين الناس اللي مؤيدة المسار هذا، وقت اللي يقولوا لهم يا ناس هاكم تشوفوا بعينيكم، خاطر المسألة ولات هي في علاقة مباشرة بالمواطن، نحاولوا نقولوا له فيق. وصحيح توا باللي سونداج دوبينيون اصبح من الواضح انه الناس بدات تفيق، معني هذا ما ينجم ينكروا حتى حد، وهذا يرجع لبرشا ناس في انها توعي في التوانسة، والتوانسة راهم يفهموا ويشوفوا على عينيهم في كل ما قاعد يحدث. الطاولة هذيك كانت الحقيقة مهما باش تحاول تقول ان هي تثبت العكس، ولكنها كانت مهزلة بأتم معنى الكلمة. والبلاد هذية، البلاد هذية كل شيء توا بالواضح، معناها عنا الحريات اللي اكتسبوها التوانسة في خلال 10 سنوات، كانوا يقولوا خلال 10 سنوات نظرا لأن ظروف كانت الاقتصادية والاجتماعية سيئة جدا، فوصلت الناس تقول الحقوق هذه اللي عنا، حقوق التظاهر السلمي وحق التعبير والحقوق هذه الكل، هذه ما عنا ما نعملوا بها، هذه من تحصيل الحاصل ومستحيل التراجع عليها. وهذا احنا مش انتظاراتنا من الثورة، الثورة عملناها ثورة كرامة صحيح، ولكن ثورتنا هذه كرامة باش نشتغلوا وباش نعيشوا براحة وباستقرار، مش باش نعيشوا في الجوع والمهانة والمرض. ولكن قاعدين تشوفوا والتويتس يشوفوا على عينيهم، نحب نقول لهم التويتس قاعدين تعيشوا كل يوم وقاعدين تشوفوا ان راهو ما فما حتى شيء مضمون، ما فما حتى شيء مكتسب. الانقلاب هذا يا أخ انه حتى الحريات اللي خلتوا انكم اكتسبتوها راهو ما اكتسبتوهاش، راهو التنقل اصبح فيه انتهاكات، وينجم اي امن يمنعك ويقول لك ارجع لدارك وما عادش تنجم تحل فمك. راهو انت توا تنجم تكتب تدوينه على الفيسبوك بتاعك يوقفوه مهما كنت. نعم. وترسلي لك انت الناس معناها هذه لازمها تعبي. هنا هذا اللي نقوله للتوانسه، اخر معناها حاجه ممكن تتوجه للتوانسه هي وعي نتاعهم انهم يراقبوا بعينيهم وقاعدين يشوفوا شنو اللي قاعد صاير.